أي إنسان معرض أنه يعيش حالة فشل، وحقيقة هذا اللي أنا ما كنت أستوعبه. يمكن هذا بعض قصوري مع نفسي. عقيلة، أنت تسمعيني؟ ها؟ أيوة أسمعك، ويا ريت تكمل. أنا ما أنكر إعجابي الشديد بيكي، طبعاً تمنيتك تبادليني نفس الشعور، ولكن يقولوا بين اللي الواحد يتمناه وإنه يتحقق ألف باب وباب. أنا أكيد استعجلت لما كلمت سلام بهذه الطريقة، ما توقعت ردة فعله. لحد هني وبس يا بنت العسل، وسمعيني زين، هذا الأسلوب ما يطوف على واحد مثلي، عاش وشاف وطاف. وهي كلمة قلتيها وبتقوليها أنا عشتها وشفتها وسمعتها، فلا تضيعين وقتك ووقتي. يا عقيل، أنت مثل بنتي، أنا ما عندي بنت، كنت أتمنى تمضين علي مثل الأب. إيش الفرق بينك وبين عمك حار؟ هو باغي يتزوج بنفس السبب اللي أنت ياسة ترسمين علي. أنا عمك يا عقيل، عمك. بس أنت ولد عمي. يا عقيل، أنت بنت صغيرة، لازم تكون نظرتك للحياة أحسن من هذه النظرة. خلي عندك يا بنتي هذا الطمع والجشع والبخل، اتركيه عنك. متى باغي تتزوجين؟ تزوجي إنسان في مثل سنك. مثلي أنا؟ أنا مثلاً بعدني أدور على نفسي، واللي مثلي يحتاج يدور له على حد عشان يشاركه ويستقر، وتمنيت هذا الحد يكون أنتي. عقيلة، أنت تسمعيني؟ بس أنا كنت محرومة من كل شيء، ما ذنبي إني أنا أريد كل شيء الحين. عقيلة، أنت ترد على من؟ رشيد، أنا آسفة، أنا ما سمعت، أنت إيش تقول؟ اللي صار يكفي يا سلام، إحنا لازم نطلع من هنا ونبتعد عن المشاكل. عقيلة طفلة، وإحنا من واجبنا نوعيها يا هند. عارفة يا سلام، وأكيد هي راح تفكر زين بالكلام اللي قلت لها إياه. بس أنا أقصد الله يخليك. خلاص إحنا أصلاً في كل حرام كثير، وأنا خبرت حال البيت حالكم. خلاص حال هي بس من الغم زعلان. نام من الصوت كنت شوية وتعفضيني. تعرفني هذه حالتي، ما استحمل إبرة. وتريدني أصدق اللي قلته؟ لا حبيبي لا، أكيد أنت جالس تضحك علي. يا الغشيمة، أنا جالس أضحك عليهم هم. قلت يعني بهذه الطريقة يمكن يفتكروا إن تصير مشاكل كثيرة. وبعدين أنتي ما سمعتي سلام إيش يقول؟ سلام يقول بنطلع من البيت، ما ليش كذا بدهق؟ أنتي ما تفهمين. لا زين، وعقيلة؟ عقيلة أنا أعتبرها مثل بنتي، أما مسألة الورث والوصية فأنا أقول سلام يتزوجها أحسن وبس. لا 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 لا، أنا بصراحة ما مطمنة، أنت بعد جالس تضحك علي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هسي قولي لي أنت إيش يطمنك بالضبط؟ قولي لي، كلميني. أكون شريكتك. شفت كيف سكت؟ إذن أبوي خلاص، أنا وافقت إنك تكوني شريكتي. خلاص طمنتي؟ خلاص طاح الحطب، يلا لا تتأخر، الجو بارد. بارد، الله يكثر الدهقات من أمثالك. الجو بارد تقول الجو. أنا بصراحة سعيد لأنك وافقت أنك تشتغل في شركة أولاد العسل. واضح أنك سعيد، بس لأنك قدرت تقنعني وتوصل للي تريده. أنت ما كنت بتقتنع إلا لأنك تريد تقتنع وتعيش الواقع، وهذا شيء جيد جدا جدا جدا. بعد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خلاص رشيد وافق على العرض وبيكون معنا. صحيح. نعم، إذن فلتقرأ طبول العمل. خلاص يا عم سلام، أنا قررت أقرأ طبول التغيير في كل شيء في حياتي من اليوم، والأيام راح تثبت إن شاء الله. عن ذلكم أروح أشوف المكتب. تفضل تفضل. ليش تشوف عليك ذاك؟ ابغى اشتري. او غير هذا؟ تعرف يا ابو زاهر، تمنيت يكون ولدي.
كنت ما خليته يتخبط طول هذا السنين ويضيع لي عمره غالي وقت. حكمتك يا رب تعطي وتمنع. بجهودك معاه هو صار يتغير وهذا شيء جيد. تمدحني في وجهي عشان ما اقول لك ملاك كذاك؟ انت شايف اني ملاك يعني؟ شويه قصدي حشاك. المهم ايش سويت لي بموضوع البيت اللي طلبته منك؟ شفت لك فيلا فيها احلى فرش بس روح واسكن. ايش رايك؟ ما يحتاج. البيت جميل واجاره مناسب ومع الاثاث. ايش رايك يا رشيد؟ والله صراحه بيت واسع من سلام وممتاز ومريح. اهم شيء عجبك انت يا هند. لا البيت وايد حلو. يعني توفقت فيه انا ها؟ توفقت. زين انكم حصلتوا بيت قريب منه. احنا بصراحه تعودنا عليكم. والله هذا كان راي سلام. عقيلة ايش رايك تجي تسكني معنا؟ لا انا بظل هنا طبعا اذا العمه لطيفه ما تمانع. اماله طبعا لا اذا ما وسعك المكان انشلك على راسنا. حشعان هذه ما عقيله هندوه هذه مال زمان. تعالي زين هين سايره اشوف حارب ورشيد في ايش يتكلموا. يلا بسرعة لا يفوتك. مالك تشوفي علي كذا معجبة؟ أكثر من معجبة بصراحة. أنت ما زعلانة مني؟ يعني معقولة أنا أزعل منك؟ أكيد ما زعلان. أنا من يوم جيت هنا وشايفة منك الحنية. بس أنا ليش كذا؟ دهقة؟ أقصد بريئة. أنتي بعدك بريئة. أنتي ما تريدي تصدقي أو أنك خايفة تصدقي. واعتقد أنك كنتي صريحة أكثر من اللازم. بس في النهاية أنتي بنتنا. إذا جاوبيني بصراحة ما أنا سبب طلعتكم من البيت؟ الله يهديش. بس كذا ولا كذا كنا بننتقم. أكيد ما أنتي السبب اطمني. عرفتي أنه رشيد قرر يعيش معنا؟ هذا يسمى احتلال. تريد تحتل ولدي والضمه معك؟ مالك حار؟ صلي على النبي. اي احتلال هذا واي ضمه معي؟ ايش هذا الكلام؟ بايش تسمي اصراره انه يسكن معك؟ حتى ولدي تريد تاخذه مني؟ ما ظنيتك انك طماع بهذه الدرجه يا سلام. انت بعقلك ولا خرفت؟ رشيد في النهايه ولدك سواء سكن عندي او عندك او في اي مكان. انت مالك جنيت الله يهديك. انا ما يخصني. انا اريد ولدي وبس. اسمع انت هذا زين كلمه قول له قنعه بروحك. انا اريدك انت اللي تقنعه وترفض رفضا قاطعا لا رجعه فيه انه ما يسكن معك. ما تريدني بعدك كفخه بكمين كف مره واحده؟ يا حارب ولدك ما صغير حقي ايش في المكان اللي يرتاح فيه. شفت كيف يوم قلت لك انك تبغى تحتل الولد؟ لكن اسمعني زين يا سلام، انا ما ارضى ولن ارضى ابدا. عن اذنك حارب. اسمين من الشبيكة. الناس احتلت بلدان وما حد قال لهم شيء، وهذا خايف اني احتل ولدي. والله حارب. سلام عليكم. اخ سلام طلبتني؟ لا شريتك انت بعد. ما صح تذكرت طلبتك. استريح استريح استريح. خير ان شاء الله. انت مره قلت لي عن بعض المشاكل الخاصه بمشاريع العم عيد. ايه كنت انا اقصد الناس اللي عليها فلوس وما راضيه تسدد، فكنت اريد اخذ رايك في السالفه. خلاص سامح واللي عليهم صدق. كيف يعني انت تسخر مني يعني؟ ما ادري عنك.
قيم عليهم دعاوي ما دام عندك يثبت بذيك المطالبات. أقمنا دعاوي كثيرة، بس الفلوس تعقد في المحكمة. زين بفكر في هذا الموضوع برد عليك. بصراحة أنا عندي موضوع ومنحرج وما أعرف كيف أكلمك فيه. ما دام إنك منحرج ما في داعي تكلمني فيه عجل. لا بس أنا خاف تفهمني غلط. وليش أنت ناوي تقول شيء غلط؟ حاشا لله، بس أخاف إنكم ما تصدقوني. يعني عجب باغة تكذب. أفا محامي شدة وعدة وكذب. يا سلام، ما يصير هذا الكلام. لا لا طبعا، المحامين آخر ناس يكذبوا. دخل في الموضوع حقيقة ماتوا حتى يعني يا أبو طقم زاهر، ما قلت لك إنك بتفهمني غلط؟ انت ليش باغي تترك البيت وتروح تعيش مع سلام؟ ليش؟ لاني اريد اعيش هناك. انت ليش متحسس؟ متحسس لانك ولدي وابغاك تعيش معي. تعيش مع من؟ مع سلام الله يديك. الحين فهمت. الظاهر اني نسيت انك انت ما تطيقه. ومن قال لك اني ما اطيقه؟ من قال لك؟ المقلب الاخير وسالفة زواجه من عقيلة. ما دام انك فاهم كل هذا، ليش باغي تسكن معاه؟ ليش؟ قل لي. لاني فاهم كل شيء على عقيلتك يا ابوي. اي اي اي، عقيلة بتسكن هنا يا المغفل انت. والله ما يرد علي. ما انت ليش ما اعطيني رصم؟ اقول لك عقيله بتسكن هنا يا المهتر انت. ولهذا السبب بالذات يا ابوي انا بسكن هناك. انت باغي تجنني بكلامك هذا ولا ايش؟ انا ما اقدر اجننك يا ابوي لاني بديت اعقل. هذه نموندا، هذا كيف يعقل؟ خلاص يا سلام، انهي الموضوع واعتبرني ما قلت شيء. شفت؟ وهذا دليل على اللي قلته أنا. لو كانت النية سليمة كان ما تراجعت عن طلبك بهذه السهولة. أنا ما تراجعت، أنا بس أجل الموضوع. اسمعني ولا سلام يا نافع، البنية موجودة وشورها عندها، لكن أنصحك لا تحاول تتلاعب معها، ترى هي ذكية وانت عارف هذا الشيء. عارف. صحيح لما قالوا الخطا زاد العجول. ما شاء الله تبارك الله، البيت بصراحه ما في احسن منه، جميل وواسع بصراحه، توفقت فيه. القلوب اوسع يا لطيفه، وهذا الاهم. زين انك تعرفي كذاك بعدش. يا لطيفه ايش في فراسك؟ ها تكلمي هند. أرجوش بصراحة اتدخلي، أنا ما قادرة، يعني ولدي بعيد عني. بعيد عنك؟ هو وين ساير؟ يعني راح جزر الوقواق الله يهديش؟ ترى اللي موجود عندنا والبيوت متقاربة. هي بس يعني أنا ما يهجيني عنه، أنا أمه. ومن متى ذا الشوق؟ صحيح والله، يوم حارب قال إنكم احتليتوا الولد. ايوه احتلينا وبنقيم عليه مستوطنات بعد. الله العظيم، اسميكم انت وزوجك غشمان؟ نعم غشمان. كيف غشمان؟ لان نريد ولدنا. يا لطيفه يا لطيفه، صلي على النبي. اللهم صلي وسلم عليه. اتاكدي ان ولدك بيظل ولدك مهما كان، وما حد بياخذه منكم. انت ارجوش، يعني انا خبري سلام، يمكن يكون عنده الحل
ويقدر يرجع البيت؟ ها؟ إن شاء الله، إن شاء الله بخبره وما بيصير خاطر كله طيب، اطمن. لا لا، البيت جميل وأنيق. شكراً. عقيلة، شفت الطابق الثاني؟ لا بعدني، خلا نشوفه. يلا تعال. بيش رديت عليش؟ نفس الرد اللي رد عليك سلام. يعني رشيد ولدش هذا بعد راكب راسه؟ شوفي، إذا ظلت عقيلة معنا هناك ورشيد هنا، اللي خططناه كل ما بيصير أبداً. لا مرة. لطيفة كلت راسي بكلامها. وحارب كلامها أشد. أنا بستغرب منه كذا ولا كذا بيطلع من البيت إذا تزوج مثلا. لا لا، السالفة ما خالية. أنا أعرف حارب لما يتحمس على موضوع يجلس يعيد ويزيد فيه، خاصة إذا من وراء فايدة. ايه بس هذاك ولد اريدهم يظنون. انت تتكلمين عن الاحتلال بقى؟ لا كلامهم ما كلامي. سلام، مش خايف؟ انا بكلم رشيد وامر لله. تفضل. مشغول؟ حياك العم سلام، حياك. لا شكلك مشغول وانا بعطلك. ابدا، أنا جالس أدون بعض المعلومات عن الشركة والمشاريع اللي فيها، وخزنت بعضها في الجهاز عشان ممكن أستفيد منها في أي وقت. إيش رأيك؟ رشيد الحين في أحسن حال. كيف ممكن أقول له رجع بيت أبوك؟ عم سلام، الغرفة هذه عجبتني كثير كثير، أحس أني ممكن أنتمي لها ولو أنها ما واسعة كثير، بس أنا أحس أن ما لها حدود. تعرف يا عمي سلام، أنا لو جلست في هذه الغرفة يومين وراء بعض مستحيل أحس بملل. رشيد، أمك وأبوك يريدوك ترجع عندهم البيت. بس أنا أريد أعيش معاكم هنا، أريد أبدأ حياتي من هنا. والله ما أعرف إيش أقول لك. أنا أعرف إيش أقول لك. اجلس يا عمي سلام، خليني أوريك الخطة التسويقية الجديدة لشركة أولاد العسل. أشوفها. شوف يا عمي سلام، زين خلصت؟ يا عم نافع وهو حتى ما شافني. ولدي في طول عمري يؤمن باختياري دائما. ما شاء الله، الظاهر انك تختار له كل شيء لحد الحين. ايوه اتصدقي، بغى يدخل تخصص علمي، قلت له لا يا ولدي ادخل تخصص ادبي، ولما خلص دراسته بغى يشتغل في شركه سيارات، فاقترحت عليه انه يشتغل في شركه بترول.
صدقي حتى السيارة اللي يسوقها أنا مختارنها. وتتوقع منه إنه بيوافق لما تعرض عليه الزواج مني حتى لو كان يحب واحدة ثانية؟ ما فيها شيء يا بنتي، أنا لا أول ولا آخر أب يختار لأولاده. هذا يعني لو إنه تزوجني أنت اللي بتختار العفش والبيت؟ ممكن، ليش لا؟ يا عمي نافع، لو تكلمت في هذا الموضوع مرة ثانية ما يكون لك آخر يوم هنا. أنت بعدك تفكر؟ الولد صار له أسبوع عندهم وأنت ما سويت شيء. في فكرة فراسي، فكرة جهنمية لو نفذتها صح بتجيب لنا نتيجة. زين بسرعة بسرعة قولها. زين بسرعة بسرعة قولها. مانيش مستفيدك لا قدي، ما يسوى أبوي خدوه غلوه. هذه لعبة من ألاعيب سلام أيام زمان، وكانت تمشي على الشباب ويصدقوه. أقبي يكشفها على طول. عشان كذاك أنا باغي أسوي لها شوية توتوش وتعديلات وتكنيك مختلف. أنا مسوي نية أقاريب نفس أسلحة القديمة. أقفل تقرع طبول الحرب. قرعت قرعش صح ولدها قنت هي. وعذاب يعني. كل يا رشيد كل. بس خلاص خلاص كفاية. لا انت لازم تاكل زين لانك وايد تعبت قدام الكمبيوتر. خليه يتعب خليه يتعب ويتعب، المهم انه يحقق كل اللي يريده. انا بصراحة سويت شيء بحسن نية واتمنى يعجبكم وتقبلوني. اي شيء منك مقبول. على سكوتك هذا كأنك مسوي فضيحة. ايه فضيحة ايش انت بعد الله يهديك؟ اشوفها ساكت. فحوصات مرة ثانية يا سلام. يا هند هذا البروفيسور معروف ومتميز في علاج حالات العقم، ورشيد لما عرف انه موجود هني لمدة اسبوع حجزنا عنده. علامك الله يهديك. بترجع لنفس السالفة سلام، احنا ياما فحصنا وياما سافرنا والنتيجة واحدة. نحن رضينا بقضاء الله ونعم بالله، ما قلنا شيء، بس نحن ما لازم نيأس يا هند. يا سلام يا ود العسل. يا هند يا بنت الراوي، نحن ايش بنخسر لو فحصنا للمرة الأخيرة؟ أخاف النتيجة تضايقنا. مهما كانت النتيجة، النتيجة والمحاولات مهمة وما بتضايقنا. أخاف يقول العيب واحد منا. يقول اللي يقوله، احنا ايش علينا منه؟ لا أنا بودرك ولا أنت بتودريني. ما كذاك اتفقنا. أيوة بس. بس خلاص. قررنا توكلنا على الله.